موقع أنا السلفي. ويظهر تظهر هنا عظمة القائد نبي محمد صلى الله عليه وسلم في تعظيم أهداف الفكرة والمشروع على العواطف والرغبات. يعني إيه؟ والله إني بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على مكة: لا أحب البلدان إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. خلاص أخوانا، من الإشكاليات الكبرى إن القائد يغمس كل الأعمال بمشاعره برغباته. افصل لو سمحت. مش كده العلماء قالوا قاعدة عجيبة جدا، قالوا إيه؟ تقواه غير فتواه. يعني إيه تقواه غير فتواه؟ يعني أبو حنيفة كان لا يأكل لحم الماعز. ليه؟ ما عشان خاطر هو كان شاكك إنها كانت بتأكل في أرض حرام فكان يتورع. عمرنا قرينا في الفقه الحنفي إن أبو حنيفة يحرم؟ لا لا خالص، تقواه غير فتواه. مش معقول ان القائد يبقى دمه خفيف يبقى الخطه دمها خفيف، القائد كئيب يبقى القائد جد يبقى لا. انا بفصل في اهداف للمشروع ده، الاهداف هي اللي بتقود، بيسموها الاداره بالاهداف. افصل. يبقى الموضوع بسيط جدا. انت قائد، يبقى لازم عندك اختيارات، بتجهز حاجات كتيره جدا.